السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وياك تفضل. رجل يا شيخ كان يتعالج من مرض خطير ثم من الله عليه تعالى بالشفاء، فهل يجب عليه إذا تقدم لخطبة الفتاة أن يخبرها بهذا المرض السابق؟ هل هذا المرض له آثار باقية أو ليست له آثار؟ آثار كيف يا شيخ؟ يعني ممكن يكون مرض أثر على الإنجاب، ممكن يكون مرض من الأمراض التي تذهب وتعود بإذن الله، وارد يعني. هو ممكن يعود يا شيخ، لكن النسبة غير معلومة. لا يخبرها. يخبرها؟ إذا كانت أختك تحب أن تخبر أم لا؟ لا أدري يا شيخ. يعني إذا كان المتقدم لأختك هو بهذه المثابة، أليس من الأفضل أن تعرف أختك؟ لكن المرض منفر جدا يا شيخ. أنت تقول أذهبه الله. أذهبه بقول الطبيب يعني. والله يا أخي الكريم، النصح وبين بورك لهما في بيعهما إن كذب وكتب ما محقت بركة بيعهما قياسا، والله أعلم.